دعم البرنامج السعودي تنمية أعمار اليمن القطاع الصحي في محافظة حضرموت اليمنية بخمس سيارات إسعاف. وقال وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري أن هذه المشاريع تأتي ضمن نحو 16 مشروعا بين الساحل والوادي. في هذا الشهر الكريم وهي الدفعة الأولى من بتكليف من الأخ المحافظ الوفري سالم البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية لنقوم بالتدشين هذه المنحة من داخل سيئون. هذه المنحة تعتبر الدفعة الأولى في تدشين هذا اليوم وهي خمس سيارات إسعاف لمحافظة حضرموت ووضع حجر الأساس لمدرسة في سيئون.